زي النهاردة ذكرى ميلاد ووفاة الشيخ محمد رفعت الذي ولد يوم 9 مايو سنة 1882 ورحل عن دنيانا في 9 مايو سنة 1950. الشيخ محمد رفعت ورغم رحيله منذ سنوات لكن بيظل اسم بارز في عالم تلاوة القرآن الكريم، فهو الذي افتتح بث الإذاعة المصرية سنة 1934. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، والساعة الآن 7:00 صباحا. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من آيات الله البينات يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد رفعت. وحصل الشيخ محمد رفعت على العديد من الألقاب، منها قروان التلاوة وهدية السماء لأهل الأرض، كلها ألقاب التصقت باسم الشيخ محمد رفعت مؤسس مدرسة التلاوة المصرية الحديثة، الذي يقترب إبداعه في تلاوة كتاب الله من حدود المعجزة. وكان الشيخ محمد رفعت أول من تلا القرآن في الإذاعة الحكومية التي تعاقدت معه نظير 3 جنيهات في الشهر. الشيخ محمد رفعت من أوائل المؤسسين لمدرسة خاصة في التجويد القرآني أطلق عليها مدرسة التجويد الفرقاني، حيث كانت طريقته في الكتابة تتسم بتجسيد المعاني الظاهرة في القرآن الكريم. ويحكى عن الشيخ محمد رفعت أنه كان عطوفاً على الفقراء والمحتاجين، وحين أقعده المرض وأصاب حنجرته في 1943 أراد العديد من الملوك والأمراء والوجهاء مساعدته، لكنه رفض الأمر وقال جملته الشهيرة: قارئ القرآن لا يهان. وعلى الرغم من مرور أكثر من نصف قرن على رحيل القارئ المعجزة، إلا أنه لم يظهر حتى الآن من يرتل كتاب الله ويتلوه بمثل أسلوبه، فلم يكن تفرده في قوة الصوت فقط، وإنما التفرد والخشوع أيضاً.